السلام عليكم. انا متاكده ان اليوم هاد الوصفه غادي تعجبكم بزاف بزاف، خصوصا الوليدات ديالكم. من اليوم ما بقيتوش غتشريوها من الزنقه، غادي توجدوها لوليداتكم بكل حب وبكل يعني، وانتم فرحانين انكم توجدوها للوليدات، حيت سهله وبسيطه وواحد الحشوه لذيذه بزاف بزاف. جربوها وردوا عليا الخبار، وما تنساونيش لايك الفيديو واشتراك بالقناه اللي مازال ما اشترك فيها، ويلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. كولاجين واسطه تبغي الجرام، لكن غادي نعبرها بكاس العنبه قدامكم. قلت 8 ديال البيضات، 240 غرام ديال الدقيق الابيض، 240 غرام ديال السكر سنيده، جوج كيس ديال خميره الحلوى ديال الفانيلا، وكيس ديال خميره الحلوى. الطريقه غادي انا غادي نديرها في العجان، لان لا جينواز يا اما ديروها بالطراب الكهربائي يا اما ديروها في هذا لوبول ديال العجان، يعني تخدم ضروري لان البيض كيبغي تخدم مزيان. غناخذ لوبول ديالنا كيف كتشوفوا، غادي ندير فيه هذوك 8 ديال البيضات، غادي ندير جوج كيس ديال السكر فاني، وغادي ندير 240 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نعبروا لكم بالكاس ديال العنبه. لان بزاف ملي كنحط الغراماج بالغرام تيقول لك لا، هانت 240 غرام كتعطيني هاد الكاس الاولاني بكاس العنبه، وغادي نضيف اللي بقى، غادي يجينا واحد نص كاس. 240 غرام غتكون هي نص كاس، وطبعا وبصح نيت 240 غرام ها هي كاس ونص بالعبر ديال العنبه. هاد المكونات غادي نديرهم يتخلطوا مزيان. اللي ما عندوش العجان ضروري فهاد المرحله من الطراب الكهربائي اليدوي، غادي ندير هذا في العجان حتى يتضاعف لينا الحجم ديال البيض، يعني الفوليوم ديال البيض يتضاعف ويولي اللون ديالو ابيض. كيف كتشوفوا ملي تضاعف لينا، انتما كتشوفوا الحجم ديال البيض، هذا هو كيف خصنا يولي عندنا البيض. دابا غادي ناخذ هذاك الدقيق ديالنا اللي غنديرو في واحد الصفايه بحال هكا، وندير معاه هذاك الكيس ديال خميره الحلوى. غادي كيف غتشوفوا غندير نغربل، ضروري ما نغربلوه، ما غنديروش نقدر هذه الكميه، نديرها على ثلاثه دفعات. وغادي ناخذ هذه اللي كتكون مفلحه، يعني فيها هاد الشريطات كتهوي لينا العجين، هي اللي نخلط بها ونبقى من الفوق لتحت. هذه طريقه الجينواز، وراني ديجا منزلاها معاكم. ندورو من الفوق 8، علاش من التحت الفوق، وحنا كنديرو على شكل 8. غادي نعاود ندير كميه اخرى، ونخلط عاوتاني من الفوق للتحت، وانا بحال غندير الرقم 8 وغير بشويه، ونهبط من السباتول للتحت وندير العجين، يعني ونخلط باش ما يبقاش ليا الدقيق مكور لتحت. هانت علاش كنخلطو من الفوق لتحت، شوفوا الدقيق كي كيبقى لتحت بحال هكا، و الا كان الدقيق مغربل ها كيعاوننا ما كيبقاش. نزيد نكمل الكميه عفوا اللي بقات ليا، طاح منها شويه. صافي، وغادي نكمل انا ندخل هاد الدقيق في العجين دائما من الفوق لتحت. فنخلط حتى نحس بالدقيق ما بقاش.
عفوا نسيت ما عبرتش معكم، 240 غرام ديال الدقيق هي شحال بكاس العنبه، ولكن انا غادي نعبرها دابا وغادي نكتب لكم في صندوق الوصف شحال. 240 غرام غادي تكون هي جوج كيسان العنبه، ولكن انا غادي نعبر كما موالفه وعاد غادي نكتبها لكم. ها انتم شوفوا الدقيق كيكون باقي لتحت، شتي علاش نخلطو مزيان، ونخلطو غير بالمهل باش ما تهبط ليناش الفوليوم ديال العجين ديالنا، باش يجينا اسفنجي. هانتوما باقي الدقيق، شوفوا انا ما بغيتش هاد المرحله نديرها في المونتاج ولا نقص منها، باش تشوفوا علاش كنبقاو نحركو من الفوق للتحت باش ديك الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كامله حتى ما يبقاش لينا الدقيق نهائيا. صافي دابا كنحس بها دخلات وما بقاش الدقيق. من بعد ما كملت الكميه ديال الدقيق قدامكم وخلطتها، خديت صينيه ديال الفرن اللي فيها 60 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. انا غادي نديرها في طاوه كبيره، وعاد انا حيت هاد الميروندينا غنديرها عائليه يعني كيكه دايره، وغادي نديرها هنا في هاد الطاوه مستطيله وغادي نقطعها بالاطار. نتوما ممكن ديروا الطاوه ديال الكيك دائريه من المره الاولى يكون الديامتر ديالها 30 سنتيمتر، ومني طيب غادي تقسموها على جوج. انا باش ما نقسمش هذيك القسمه على جوج غادي نديرها في طاوه كبيره ونقطعها بالاطار. وحاجه اخرى، الا بغيتوا ديروها قطع بحال اللي كتباع في الزنقه غديروها في طاوه بحال هكا مستطيله، ومني طيب تقسموها على جوج وغادي وغتجيكم مستطيل، يعني مستطيل على مستطيل، وتقطعوها قطع ديك الساعه وعاد ديروها في الشوكولا. غادي نفرغ ونحاول نهز الصينيه ديالي من الفوق باش يهبط في هذاك الهواء. عفوا بقيت مقابلة الكاميرا، هانتو غادي نفرغو كامل هنا وغادي نسرحو في الطاوة شوية، وكانت غادي تمشي كاملة في صافي. نحاول نبسطها على الطاوة كاملة، ممكن بغيتو ديرو غير نصف المقادير ديرو نصف المقادير، يعني ربعة البيضات 120 غرام ديال السكر 120 غرام ديال الدقيق صافي، ونص كيس ديال خميرة الحلوة وكيس ديال السكر فان. غادي نبسطها على طول الطاوة مزيان باش تجيني كلها مقادة وما تجيش جهة طالعة وجهة رقيقة. صافي غادي ندخلها للفران، الفران سخون راه دايره سخون على 170 درجه. غادي ندخل الجينواز ديالي طيب غير من التحت لمده ما كاملاش هنايا واحد 10 ديال الدقائق غتكون طيبه، وغادي نخرجوها ونحاول نبسطها. صافي غادي نتلاقاو من يطيب لينا لا جينواز ديالنا. الكيكة ديالنا دخلتها كطيب، السيرو باش غنسقيو هاد الميروندينا ديالنا حتى هو كيطيب، اللي درت فيه كاس ونص ديال الماء مع كاس ديال السكر مع قطرة ديال الحامض ودرتو يغلى، غادي يغلى حتى يولي عندنا سيرو. بالنسبة للحشوة ديال الكيك اللي غنحتاج فيها 200 غرام ديال الشوكولاط أسود، النوع اللي يكون مزيان هنا راني دايرة غادي يقولوا لي البنات كديري الإشهار، هنا دايرة كالا، وغادي نحتاج جوج علب ديال دانيت شوكولاط ديال الحجم الكبير هذاك ديال جوج دراهم. هذا بالنسبه للحشوه باش غادي نديروا الحشوه ديال الكيك. بالنسبه باش غادي التغطيه ديال الكيك غادي نحتاج واحد هنا 300 غرام ديال الشوكولاط اسود، يعني المجموع ديال الشوكولاط غادي نحتاجو 500 غرام ديال الشوكولاط اسود، ولا باكيه صغيره ديال كالا كافيه هنا ديال 10 دراهم يمكن. غادي هذه غادي نحتاجها 300 غرام باش نغطي الكيك.
غادي نخلي منها حساب واحد المعلقه ولا زوج ملي غنبغي نغطي الكيك، اللي غادي نضيف ليهم ثلاثه القطع ديال الشوكولاط ولا زوج على حسب اللون. انا غادي نوري قدامكم باش ندير دوك الخطوط باش ما يجيناش اللون الاسود، يجي شويه فاتح باش يبان بحال ميروندينا. هادو هما المقادير اللي باقين مع السيرو اللي كيغلط طبعا. وغادي نشوف الكاك ديالي في الوصلات وغادي نتلاقاو. هنا الجنواز ديالنا بعد ما طابت هانتو كتشوفوا، غادي ناخذ واحد ورق اخر ديال الفخ وغادي نديرو فوق منها على هذا الشكل، وغادي ناخذ الجنواز ديالنا وغادي نقلبها على هذا الشكل. هانتو كيف كتشوفوا صافي. دابا غادي نخليها تبرد على ما يفاد لي السيرو. نحل الطاوه ديالي ولا نخلي الطاوه نخليها فوق منها باش نزين فوق منها. صافي غادي نخليها انا بحال هكايا وغادي نتلاقاو. السيرو ديالنا من بعد ما طاب خليته حتى برد هو هذا. دابا ذوبت هذاك 200 غرام ديال الشوكولاط الاسود الاولى، اللي غادي نضيف ليها هذوك جوج دانات شوكولا. وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. هانتو كيولي عندنا لامع هاد الكلاصاج، اسهل كلاصاج ممكن تعوضوه بلا كريم فريش. الكلاصاج اللي كنديروه بالشوكولاط ولا كريم فريش يعني اسهل حاجه ممكن تعوضوه بها هو هاد طانيط الشوكولا، لانه كيعطينا نفس لابريونس وعاد اقتصادي على لا كريم فريش. هنا خلطت الحشوه ديالي هي هادي جاهزه. قمر اري ليا هذيك الطاوه ديال الجنواز. هنا الجنواز ديالي من بعد ما بردات مزيان كيف كتشوفوا حيدت ليها هذوك الجناب بالموس كاملين هما هادو. غادي ناخذ دابا كنت غنديرها دائريه لكن بنتي قالت لي ماما ديريها لينا مستطيله، داكشي علاش انا ما قطعتهاش بالاطار. غادي نديرها مستطيله كبيره. غادي ناخذ غادي نقسمها اول حاجه غادي نقسمها على جوج، يعني خديت العبار وقسمتها على جوج. الجنواز قد ما بردات قد ما كتكون مزيانه في الخدمه. هانتو بغيت غير نوريكم لا جنواز ديالنا كيف كتجي، هانتو خفيفه واسفنجيه بزاف. دابا غادي ناخذ الجنواز ديالنا غادي نسقيها كامله باش تبقى ديما رطبه. غنسقيهم هاد بجوجهم، نتمنى تكون الصوره باينه. بحال هكا غادي نسقي الطرف الاخر النصف الثاني، وممكن تسقيو غير واحد وحده. صافي المهم هاد الطبقه هي اللي خصها تشرب لينا. صافي دابا غادي ناخذ الحشوه ديالنا اري لي سباتولا قمر. الحشوه ديالنا غادي نفرغها هنا. وغادي يعني نسويها على هاد الطبقه على هاد الجنواز الجزء الاول. خاصها تهبط لكم من الجنب معليش لان كلها غادي بحال هكا. وغادي نهز هذا الجزء الثاني ديال الجنواز ديالنا وغادي نقلبها فوق منها كيف كتشوفوا بحال هكايا. دابا غادي ندوب هذيك 300 غرام ديال الشوكولاط ديالنا مع واحد المعلقه ديال الزيت وغادي نطلقوا باش نكملوا يعني نديروا التغليفه نغلفوا الكيك ديالنا. هنا من بعد ما ذوبت هذيك 300 غرام ديال الشوكولاط دابا غادي نحاول نديرها فوق من الكيك.
خصنا نغطيو بها. كيف كتشوفوا هزيت لا جينواز ديالي درتها فوق من واحد الشبيكه، باش هذاك الفائض ديال الشوكولاط مني يهبط يهبط لينا في هذاك البابي سلفاغيزي، وممكن نخدموا به مره اخرى. بحال هكا غادي نحاول هاد الكميه ديال الشوكولاط تهبط لي على الجوانب كاملين. صافي وغادي نخليها تبرد، خاصه يجمد لينا هاد الشوكولاط، عاد غادي نتلاقاو باش نديرو ديك الخطوط ديال الميروندينا اللي كتكون فوق من الكيك ديالنا. بعد ما جمدات لي هذيك الطبقه ديال الشوكولاط خديت الشوكولاط الاسود اللي وريت لكم، بقى لي شويه زدت عليه الطريفات ديال الشوكولاط الابيض باش ما يبقاش عندي الشوكولاط اللون ديالو اسود، وغادي ندير دوك الخطوط ديال الميروندينا اللي كيكونوا في لي بتيت ميروندينا دوك الصغار. صافي على هذا الشكل غادي نخليها. وهاد الخطوط ديال الشوكولاط ما كنديروهم حتى كتكون جامده لينا هاد الطبقه باش ما يسيحوش لينا مع الشوكولاط الاسود. دابا غادي نخليهم يبردوا، غادي نديرها في طبق التقديم وغادي نقدموها بالصحه والراحه. وهذه هي الميروندينا ديالنا بحجم عائلي كبيره، عوض كنت غنديرها دائريه درتها مستطيله. نتمنى تجربوها وتعجبكم وتوجدوها للوليدات، وكيف قلت لكم الا بغيتوها على شكل قطع مستطيله ما عليكم غير ملي توصلوا لهذه المرحله كتقطعوها مستطيلات وعاده كتغطسوها في الشوكولات وتذوقوها هاد التزيين. انا درتها بحجم عائلي يعني كيكه كبيره. غنقطع لكم طريف من الداخل تشوفوها كيف كتجي، غنقطع لكم طريف باش تشوفوها كيف كتجي. هي وهذه هي ميروندينا ديالنا كيف كتشوفوا عامره بالشوكولا، كتجي رطبه بزاف بزاف مفشفشه، وهذيك لا جينواز يعني رطبه بزاف اسفنجيه. بغيت نقطع عليكم تشوفوها كيف كتجي، هانتو رطبه بزاف وبحال الميروندينا يعني هانتو فشفشه واسفنجيه تماما بحال الميروندينا الجاهزه اللي كتباع في المحلات. عندنا كلها طريف. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.